بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من كتاب شعب الإيمان باب في التمسك بالجماعة. أخبرنا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثني أن المقدام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم، فإن أمروكم بما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم، وإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم براء من ذلك. إذا لقيتم الله قلتم ربنا لا ظلم فيقول ربنا لا ظلم، أرسلت إلينا رسولا فطعناه يعني بإذنك، واستخلفت علينا خلفا فطعناه بإذنك، وأمرت علينا أمراء فطعناه بإذنك، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. هذا حديث سبق، الله أعلم. كم عندك رقم الأداء؟ اقرأ اللي بعده. سلمة بن يزيد قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه. ثم سأل فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا سلمة بن يزيد الجعفي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قال: أرأيت الرؤيا قلبية، دخل عليها همز الاستفهام، فأصبحت بمعنى أنك ترى أنه سيحصل كذا، أنك ترى رؤيا قلبية، ثم يحولونها بعد أن ترى ذلك: أخبرني عن الجواب. فاختصارها: أرأيت الذي يكذب بالدين، معناه أخبرني عن هذه الحالة العجيبة. فإذا قال: أرأيت يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء، أي أخبرني عن هذه الحالة العجيبة، إن حصلت لنا كيف نفعل؟ هذا معنى أرأيته. في الغالب معناها أنها سؤال عن أمر يتعجب منه، والمسؤول بمعنى أنه رأى ذلك أو أخبر بذلك، فيقول: أخبرني عن هذه الحالة العجيبة، كيف يكون الشأن، كيف أتصرف؟ فالسائل سلمة ابن يزيد الجعفي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن قامت كلمة إن تأتي للأمر المشكوك فيه غير المتحقق، تقول: إن جاء زيد فأكرمه، لا تدري يأتي زيد أو لا يأتي زيد. لكن لو قلت: إن طلعت الشمس، هذا غلط في اللغة العربية، ما يقال إن طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس أمر محقق. إذن كيف يكون السؤال؟ تأتي بإذا طلعت الشمس اعمل كذا.
عرفت أن إن تأتي الغالب للأمر المظنون الذي لا يتحقق وقوعه هل يحصل أو لا يحصل. قال يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذه من فوائد الجلوس في حلقات العلم، لو لم يكن إلا أنك تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فله من الأجر العظيم. إن قامت علينا أمراء، قامت علينا أي أنهم وضعوا في الحكم، إما أنهم أخذوه بالقوة أو ذو الشوكة، يعني أهل القوة في البلد اجتمعوا عليه فوضعوه. فإذا قال قامت علينا أمراء، قال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ إن قامت علينا أمراء، إن هذه شرطية تتطلب جواب الشرط، سؤال الشرط وجزاؤه. إن رأيت زيدا فأبلغه السلام، إن رأيت زيدا اسم الشرط أو فعله، إن وقعت رؤياك على زيد الجواب ماذا؟ أبلغه السلام. واضح هذا؟ أي اقرأ الحديث الآن وتبين أين سؤال الشرط وأين جوابه. إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، يطالبون بإعطاء حقهم، حقهم إيه؟ السمع والطاعة والإخلاص وعدم الخروج عليهم والكلام في حقهم وتفتيت عضد الأمة عن الاجتماع عليهم، هذه حقوقهم لا ينبغي للمرء أنه يدخل فيها بمجرد ما تتكلم كيف فعل هذا وكيف حصل هذا ثم تفشي هذا به الأمة، معناك أنك يا عبد الله طلبت أن يتصدعوا، وهذا من أشد أنواع العذاب مما يقع عليه ممن يريد الفتنة وتفريق الأمة. أرأيت إن قامت علينا أمراء يطلبوننا حقهم، عرفنا حقهم حق الأمراء المتولين على الحكم أنهم يطاعوا ويسمعوا ولا يحاول المرء أن يخرج عن طاعتهم ولا يؤلم الناس ولا يقول هذه أمور كذا وأمور كذا لأجل الفتنة، ويمنعوننا حقنا. حق الأمراء عرفناه، وما حق الرعية والمأمورين؟ حقهم أنهم يسود بينهم العدل وينصفون ويعطون ما استطاع الإمام إعطاءهم مما يستطيعون به العيش، لا يذلون ولا يضربون ولا، هذا حقوقهم. الرعية لهم حقوق، قال لكن حقوقنا ما يعطونا إياها فما تأمرنا؟ وين جواب الشرط يا عبد الله؟ إن قامت علينا أمراء، فاعل قامت، يسألوننا صفة للأمراء، فما تأمرنا هو جواب الشرط. عرفنا أيما شرط لا بد يتركب من جزئين، فعل الشرط وجوابه. كل خطاب تقرأه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقرأ كتاب تمعن فيه، فإذا جاءك مبتدأ انظر إلى الخبر أين هو، لأن بعض الخطباء يتكلم ويقول وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة نزل عليه القرآن، ثم يفيض في الكلام، ما رأينا جواب أشهد، لأن أشهد أن محمد قوله اللهم سبحانه وتعالى في أول الخطبة ثم يقول ومحمد نبينا ثم يشيد بالوصف،
ولا يأتي بالخبر ينسى، فلا بد أن تعرف الخبر، لأن الخبر يتم معنى الجملة. لو قلت زيد الفاضل الكثير المال يعطي كذا، لابد أن تبين زيد ما، لابد أن تبين الخبر حتى الإنسان يستفيد ويسكت. هنا الرجل يسأل، سؤاله هذا لا تستغرب، إما أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى جلساته اسمعوا وأطيعوا سيكون عليكم كذا وكذا، وغابت هذه الجملة، لم يخبر بها، مو غياب يعني غفلة عنه، ليعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس مأمورون بالطاعة، أو أنه علم من حياته قبل أن الناس كانوا يسودونهم أمراء فيظلمونهم. فسؤاله هذا لم يرد عن فراغ، لا بد أنه سمع أنه سيحصل كذا، أو رأى ما جرب في أمراء بعيدين عن المدينة التي كان يعيش فيها صلى الله عليه وسلم. قال فما تأمرنا؟ اسمعوا الجواب، ما الذي قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض، ما قال ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا، قال فأعرض عنه. اقرأ. قال فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فأعرض عنه، الإعراض يعني سأله أي بمعنى لم يجبه، فاستغنى عن كلمة لم يجبه، قال أعرض عنه. الإعراض قد يكون بعدم الجواب، هذا يسموه إعراض قلبي. فأعرض عنهم ثم انظر ماذا يفعلون. أعرض عنهم مو معناته أنك تولي وجهك هكذا أو هكذا، المراد أنه أسكت ولا تأتهم بجواب ولا تقابلهم ولا تجابههم بما يقولون. هنا بمعنى أنه سكت عنه صلى الله عليه وسلم. السكوت أحياناً يدل على أن السؤال لا ينبغي، واضح هذا؟ وقد يسكون السكوت من جملة الآدمين من غير النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، للعجز عن الجواب، ما عنده جواب فيسكت. أما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ولا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن أمر مما يتعلق بما يقرب إلى الله عز وجل أو يبعد عن الله عز وجل، لهذا من شأن الدين، لأنه لا يجوز كتمانه، وجاء مبلغ فلا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. أعرض عنه هنا لا كراهة في الجواب ولا عجزا عن الجواب، إنما كان صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في شأن هذا الرجل، فسأل الثانية، وفي الثالثة أحد الصحابة جذبه كأنه يقول أسكت، سمع صلى الله عليه وسلم سؤالك فتأدب انتظر. قال ففي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السائل، اقرأ. اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا ما يأتيكم من أوامر من قبله فيما ليس فيه معصية لله، لأنه إذا أمر بمعصية ما يطاع، وإذا أمر بمباح أو طاعة يجب على الناس السمع والطاعة. السمع بمعنى أنك الاستجابة، إذا قال المأمون
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو المنفرد، إيش معناها؟ لأنك قرأت الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والآيات الأخر فيها خبر أو سؤال طلب، فتقول إذا ركعت تعظم الله عز وجل وتثني عليه، ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده. ما هو معناه السماع الذي هو وصول الكلام إلى الأذن، لأن الله يسمع السر وأخفى. إذن معنى سمع الله أي استجاب الله لكم، ثناؤه عليه وتمجيده وسؤالكم، فأنت تدعو، فأنت تقول الله عز وجل استجب لنا فيما سألناه. السمع يعني الاستجابة لما يصدر منه من أوامر إليكم، والطاعة معنى إيه؟ إذا أطاع الولد أباه بمعنى نفذ ما وجب عليه مما يتعلق بالوالدين، وهنا يجب أن ينفذ ما هو واجب عليه تجاه الأئمة والأمراء. فأطاع أي أذعن، ما تمرد ولا خرج. لا تظن أن الكلمة الثانية تأكيد للأولى، الكلمة الثانية إنما هي جملة تأسيسية، لأن العبارات قد يأتي الصفة أو الحال أو التمييز لبيان الهيئة أو لتأكيد الجملة التي قبلها. أبلغ من هذا سيما في كتاب الله عز وجل، تأتي للتأسيس أي أنها جملة مفيدة. أي قال إذا سمعت أن الله أخذهم بصيحة واحدة، إنما هي ضربة واحدة. لا تظن يا عبد الله واحدة تأكيد للضربة وأن واحدة تأكيد للصيحة. إذا قلت تأكيد مجرد تأكيد ليس هذا في كتاب الله، لا بد من معنى آخر غير التأكيد. صيحة واحدة ينفخ في البوق صيحة، ما في صيحتين، هذه الواحدة تقوم مقام تنفيذ الأمر كله، لا يبقى أحد من خلق الله إلا خر صريعا، وإذا كان في القبر إلا خرج مذعورا. ضربة واحدة أي أن الله أنزل عليهم عذابه نزلة واحدة، مو عدة مرات، دكة دكة واحدة. أبلغ منها قوله سبحانه وتعالى لما قال دكا دكا والملائكة صفا صفا، في أي سورة هذه؟ اقرأها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، في كلام، في الكلام العادي بين الناس، إذا قلت دككنا المنزل فسقط على أهله دكا دكا، يعني توالينا في تهشيمه مرة ومرة ومرة، تناوله الناس بالمسحات والفؤوس وغيرها من آلات الهدم. لكن لما قال الله دكا دكا، ما هو معناه التكرار، هي دكة واحدة، لكن أراد أن يقول لا يخطر على بالك أن الله عز وجل إذا أراد تغيير العالم إنما هي كلمة واحدة تجعله مدكوكا تماما، لا ترى على الأرض لا جبل ولا أمت، يجعلها قاعا صفصفا. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، السمع غير الطاعة، السمع الاستجابة لما يصدر إليك، والطاعة امتثال الأمر وعدم الخروج عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تأكيداً لذلك جاء بعلة، فقال فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أدوا هذا الحق
اسمع وأطع. فإن كان إذا سمعت وأطعت، فإن عدل وأنصف وأقام بالحق، هذا هو المطلوب منه، فإنما عليه ما حُمِّل، أي المطلوب منه القيام بهذا الأمر. فإن خرج فهذا لم يأتِ بما حُمِّل وطُلِب منه إنفاذه. وعليكم ما حُمِّلتم، أي أنكم لستم مسؤولين إلا بالطاعة وتنفيذ الأمر وعدم الخروج. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ يستفاد منه يا عبد الله أنك تطيع الإمام ما لم يصلي أو ينهى عن الصلاة، لأن الصلاة شعار المؤمن. ترى المؤمن إذا أقام الصلاة وفيها الشهادتين، وإن رأيت منه أعمالاً مخلة بالآداب مرسومة بالفجور والعصيان، لا تحكم عليه بالنار، لا ينبغي، ولا ترمه بالنفاق، ما تدري ما الخاتمة، والله عليه وكيل وهو عليم، يعذبه، قد يأتي بأمور تكفر هذه السيئات أو يمحو الله عنه الخطايا. كذا الإمام إذا لم ينهى عن الصلاة وهو يصلي، فإن رأيت أموراً تنكرها ليست من الدين أنكر بقلبك. الإنكار بالقلب يعني تكرهه وتبغض هذا اللوع الذي هو فيه، ثم تؤدي ما طلب منك من السمع والطاعة. هذا الواجب على الرعية، والذي يجب على الإمام العدل والإنصاف وإقامة أمر الدين. اقرأ ما بعده. وروينا في حديث حذيفة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، قال: تسمع وتطيع للأمير، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال: تسمع وتطيع. لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء لا يهتدون بهدينا ولا يأخذون بسنتنا، أغلب ما ترونه من فتن ليست مطالب في تحقيق أمر الله وشرعه، لأن من قام في هذا إما أن يكون من الخوارج ممن يكفر الناس بالذنوب، أو له مع عدم جهل له مطالب في دنياه لم تتحقق، شهوات وهوى. الهوى يا عبد الله معناه مما لم يرد في كتاب الله عز وجل، والشيطان له مداخل في الإنسان. إذا رأيت إنسان مرة تزعم أنه أساء إليك، وما أساء إليك، لكن رآك ولم يلقي السلام، يأتي الشيطان يفخم، هذا يترصد لك، هذا يبغضك، وهذا. إلى أن إذا رأيت أي أمر تستاء منه تنسبه إلى فلان، ثم ترى هذا الشخص الذي أبغضته يوماً ما اشرب دخان، أو خرجت من فيه كلمة نابية، تخرج عن طورك فتنصحه نصيحة تملأ أسماع الجالسين: أيها الفاسق ما ينبغي لك كذا. ولو رأى غيره كان لطيف القول، لكن هذا ما تحمل. هذا الدافع في الصراخ والتشهير والكلام، الشيطان يأتيه يقول: هذا منكر ينبغي تغييره، لكن تغييره ليس بهذا الأسلوب. فلما حركه الشيطان بحجة أنك تغير منكر في مصلحته ومصلحة الجميع، تأتيه برفع الصوت استفزازاً وانتقاماً، لكن هو ما يشعر هذا، ويشعر أنه نصح.
أنا هذا المثال أضربه لما؟ لأنه يأتي فيقول حصل علينا كذا وقام لنا كذا، وليس هو مقصوده. مقصوده أن له مطلب لم يتحقق. لو يقول للناس أنا طلبت أن يكون داري عرضه كذا وطوله كذا ما أعطوني، لو قال هذا الكلام ما استجاب الناس له، لأنه يعرفون أنه يتبع شهوة من شهواته، لكن ما يقوم بهذا القلب، يأتي بشيء آخر. هذا الشيء الآخر ما هو قضية أنه رأى منكر مما يبغضه الله فبين للناس هذا شيء يتعلق بالدين، لا، يأتي غلت الأسعار وارتفعت أجور المساكن وما وجدنا، يأتي للناس مما يتعلق بمصالحهم، إما هذه المصالح يتعلق إما من باب الترفه ومن باب التنعم زيادة، أو من باب الحقوق وهو المقصر. عرفت كيف يأتي الشيطان للإنسان، كيف يدخله؟ يأتيه من باب هذه النقيصة فيطالب بها، وليس قصده النصح ولا الإخلاص. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لما قال وإن ضرب ظهرك؟ لأن الغالب أن الناس إنما يسعون في الإثارة لأجل حقوقهم الشخصية وحدها، ثم يبينون للناس. الناس فيهم مظالم، منهم من لم يجد كفا لميته، ومنهم من لم يجد دواء لمريضه، ومنهم من لم يجد عملا لولده المعطل. هذا ليس من شأن الإمام تحقيق مصالح كل فرد، لكن يسعى قدر الجهد في أن يعطي الناس حقوقهم. قد يعجز، وقد يكون الإمام صاحب هوى لا يدري عن ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم، أنا أشوف بعض الناس يتسلل يطلع على الجوال يجي ماشي لأنه ما عجب الكلام. نحن نقول الحق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت. بعض ما يعجبهم لأنه متألم فيرى أن الحق في غير هذا القول. فيا عبد الله كن منصف، واعلم أن دعوته صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذا الشأن. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك، يعني وإن كنت وجدت من الألم شديدا، اسمع وأطع. لو فلان وفلان وفلان هيجوا الناس لأصبحت فتنة لا تنطفي، كما نسمع ما أحل الله لنا بقريب من دارنا شمالا وجنوبا، كيف حصل لهم هذه الورطات وهذه النكبات سنين طويلة؟ أيريد أحدنا أن يكون عيشه كذلك؟ نعوذ بالله من سلم الأمن، ونعوذ بالله. يا عبد الله إن ما عجبك الكلام، أرض الله واسعة، الله يفتح عليك. فعلتها في الأولى واستحيت، وفعلتها في الثانية وصبرنا، وفعلتها في الثالثة قالوا لك افعل كذا، لكن ما ينبغي. إذا ضاق بك الأمر توجه إلى القبلة وامسك المصحف، لكن لا تعطل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله، لما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا بد من السمع والطاعة. إن خرجت لأجل أن تنتصر لحقوقك فتحت فتنة عظيمة في الأمة، وحصل لها من الرعب والزلزال والخوف والجوع ما الله به عليم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أرفق الناس بالأمة وأرحمهم بالأمة، هذه سنته. من خرج عن سنته ما يلقى إلا شر. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا عبد الله.
عن ضبه بن محسن عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سيعمل عليكم امراء بعدي تعرفون وتنكرون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، لا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال قتاده: يعني من انكر بقلبه وكره بقلبه. رواه مسلم. انا ما جبت الورقه، في ورقه ثانيه ولا هي باثنان؟ اقرا العباره. قال: استعمل عليكم، سيعمل عليكم امراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، الا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال قتاده: يعني من انكر بقلبه وكره بقلبه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا تظن حين تقرا ما يقوله الادباء في سير العرب عندهم النخوه ولا يقبلون الضيم ويقومون ويأتي بها من صورة الأمجاد، لأن لم يمدحهم يمدحهم بهذه الصفات. العرب ما تطيع أمير عام، ليس من عادتها إطاعة أمير عام، أمير خاص يمكن خشية أن يخرجوه من قبيلتها أو كذا، لكن الأمير العام ما يطيعونه. فلما يكون فيهم النخوة والعصبية، يعني الثوران والخروج، لا لأمر رفع هذا الدين ولا لأجل حماية المسلمين وحنانيهم عليه، إنما هي أمور تخصه شخصياً، فيكون النخوة نوع من الكبر، ويكون قضية عدم قبول الضيف الضيم، يعني ما يقبل أنه يذل، هي من باب عزة النفس. ولا قبول الضيم، المؤمن لا ينبغي أن يقبل الضيم ولا يقبل أن يهان، لأن المؤمن بصفة الإيمان مو بصفة أنه زيد وعمر. هذه الصفة من أراد إذلاله لأنه مؤمن، كما ترى وتسمع أن فلان عذب لأنهم رأوه يصلي الصبح، وفلان أخذ لأنه رأوهم يؤدي الزكاة لأناس وأناس، تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ هذا مو لأجل الإنفاق ولا لأجل الصلاة، إنما هي علامة مؤمن. المؤمن لا يقبل الضيم يا عبد الله. فإذا وقع بين قوم فساق وعلم أنهم ينطقون بهجر من القول، وله مقدرة وله قوة على تغيير المنكر، لا بد أن يبين ويقول خلاف ذلك. ولذا لما اجتمع كبار الناس على ذاك الصحابي لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يعني الطغيان والظلم، قالوا: اسكت، إنما أنت من حثالتي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت من أخسهم قدراً، ما يستطيعون ينكرون الصحبة لأن هذا ثابت، الناس لا تقبل. فلجأوا إلى تصغيره رضي الله عنه، ما أراد الانتصار لنفسه، وما قال كما يقول السفهاء من الناس: أنتم أحق بهذا، أنتم، ما قال كذا. قال: الحثالة ليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحثالة في غيرهم، يعني ضمناً ما هو نحن، أنتم هو أولى بهذا. الشاهد: المؤمن ما يقبل الضيم، لكن إذا جاء الأدباء قالوا بهذه من باب العزة والفخر، هو نوع من الكبر. فلما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن فعل معك كذا وفعل معك كذا، أي يا عبد الله ستلقى هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي يا عباد الله إنما أريد لكم النصح، وليس أمر يمكن للمرء أن يتفادى هذا النوع من الظلم ويلقى الله وهو راض عليه،
والعاقبة في الدنيا له، أنك تسمع وتعطي وتعطي الحق. اسمعوا الحديث هذا، اقرأ. قال: سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون. يستعمل عليكم أمراء، سيكون أو يستعمل أو يكون، جاءت بألفاظ. عليكم أمراء من بعدي، أي من بعد موته صلى الله عليه وسلم. كلمة من بعد أي بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم. سيكون أمراء، سيكون عليكم أمراء من بعدي تعرفون وتنكرون. تعرفون وتنكرون صفة، الجمل إذا جاءت بعد نكرات تعرب صفات، فأمراء أو أمير نكرة، فجاءت بعدها جملة مو مفرد، تعرفون وتنكرون، يعرفونها صفة، أي صفة هؤلاء الأمراء أنه تصدر عليهم أمور ترونها فتنكرونها لأنها ليست من الشرع، وهي قبيحة ليست من الشرع، تنكرونها. تعرفونها أي أنكم ترضون عنها وتسكتون لأنها من الشرع، وأمورا تصدر عنهم تنكرونها وتأبونها لأنها قبيحة ليست من الشرع. هذه صفات لمن؟ صفات للأمراء. اسمعوا بقية الحديث: سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. فمن كره فقد برئ، اقرأ. فمن أنكر، فمن أنكر فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، فقد سلم. من كره فقد برئ، الكره لا يكون إلا بالقلب، ما يكون بالقول. كرهت الشيء أي أنك لم ترضى عنه وانقبض قلبك عنه، تود أنه لم يكن، هذه الكراهة لا تكون إلا بالقلب. ومن أنكر، الإنكار لا يكون إلا باللسان أو باليد أو بغير ذلك، فقد سلم. من شرطية، كإن الشرطية تحتاج إلى جزاء، إلى يعني جزاء إلى جواب وجزاء، كما أن لها شرطا، فهذا الشرط أصله الكره والتبرئة أو الإنكار. جوابها من؟ إما برئ أو سلم. جاء مقابل الإنكار الكره، قال: من كره فقد برئ. من كره هذا الفعل القبيح الذي يصدر من الإمام برئ. إيش معنى برئ؟ أي برئ من هذه، من هذا الإنكار، برئ أن يوصف بأنه نفاق، وبرئ أن يوصف بأنه مداهن، لأنه كره بقلبه فبرئ من النفاق، عرفنا؟ وإذا أنكر بلسانه فقد سلم، أي سلم من عذاب الله ومن الوبال الواقع، وسلم أن يقال الناس عنه أنه متزلف وقريب. الذي ينكر بقلبه لأنه يعجز، ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنهم من يستطيع ويقول: لا، هذا غير صحيح، هذا لا نقبله لأنه مخالف لأمر الله. الذي رأى المنكر فقبح عنده وعظم، فإن أنكر بقلبه فهو برئ من مما يقال عنه، الله ينجيه. وأما الذي أنكر بلسانه فقد سلم من النفاق، وعلم أنه غير مداهن. إذا رأيت أصناف الناس كذلك، اعلم أن من قابل الأمر بالقبول وقابل الأمر بالتسليم والرضا، فاعلم أنه من غير هذين الصنفين. وهذا يكون في كل أمة، ومن شاهد يأخذه العجب، ويقول صلى الله عليه وسلم:
سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي تعرفون من الأفعال ما هو من الشرع فترضون عنها، لأن حذف مفعول تعرفون وتنكرون هذا من البلاغة، وتنكرون أشياء لأنكم علمتم أنها ليست من الشرع وأنها قبيحة، ثم ماذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يرون ما يعرفون وينكرون أحد نوعين من الناس، الذي أنكر بقلبه ما رضي فهذا برئ من النفاق، والذي كره فقد برئ من النفاق، والذي أنكر بلسانه قد سلم من الوبال والعذاب وقام عن الناس بأداء الواجب. طيب، والصنف الآخر الثالث، هذا الذي قبح أمره، وهذا الذي حاول أنه يزيد الفساد ويفاقمه، اسمعوا ما بعده. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما أراد بيان الواقع، ما القصد تهيج الناس؟ لأن الناس إنما يقومون على ما يخصهم من مصالح، لو رأوا أن هناك شيئاً مما يعطل أو يؤخر أمور الله ما حدث. إحنا إذا شفنا واحد في المسجد قدم سفرة طعام يفوح منها روائح ما ينبغي أن تكون في المسجد، هي معصية وهو أذى، لأن اللي يأكل ثوم مطلوب ما يأتي المسجد، وينبغي على جماعة المسلمين أن يخرجوه، لكن هذه الوليمة تفوح منها الروائح، إذا دعوك سررت بذلك، لما تقول تنكر الأمر أكثر الناس يقومون عليك، إن استحوا من القيام عليك ما رضوا بمقالك، هذا ما يقبلوه. إيش المعنى؟ هذا تعجيل الخير للناس، دعهم يأكلوا، ما رأيت هذا؟ هكذا في المواقف العجيبة، يوم يرون الإنسان وقع في مظلمة أو أمر لا يقره الشرع، رأيت رجل يتخنث، المخنث يا عبد الله في لغة العرب مو معناه الرجل الذي يتعاطى منه الفساد، لا، ليس هذا، المخنث الذي يتشبه بالنساء إما في المشية أو الكلام أو يأتي بلباس أقرب إلى لباس النساء، لأن المفسد العليا ما يقبلها الناس ولا يرضونه أن يكون الناس عن المؤمنون. فإذا رأوا رجل كذا وأردت أن تنصحه، بينك وبينه الأنظار تتجه إليك، فإذا سمعوا منك كلاماً تنصحه قال: هذا فضولي، إيش دخله؟ مع أنه لما يقول هذا القول ينقذ ويصحح قلوب كثير من عباد الله. المرأة لما تخرج تتمايل أمام الناس تفتن الناس، هذا أمر ما يستطيع أحد يجادله ويكابر فيه، يعني كل امرأة حتى ولو كانت محجبة وتمايلت بمشنها فإنها تفتن الناس، تخرجهم عن السماع والاستماع للكلمة الطيبة. فإذا رأوك أنت كذا كلهم قال: هذا فضولي، إيش دخله؟ مع أنه أراد أن يحوط قلوب كثير من المؤمنين خشية أن ينصرفوا إلى غير الله ويبتعدوا عن الطاعة. أنا أضرب مثال كيف أن الهوى يغلب على المرء فينسى حقوق الله في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: تعرفون وتنكرون، ليس معناه يا عبد الله إننا نخبركم بهذه لأجل أن نحرك قلوبكم للنقوى، لا، إنما أتى بهذه تمهيد أمر واقع سيكون،
ولا يمر سنين إلا وما بعده أسوأ مما قبله، يخبرهم لأجل أن يتأسوا ويصبروا ويثبتوا، وإلا فتن ما انتهت والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا هذه ألا نقوم نقاتلهم؟ قال: لا، هؤلاء يصلون. دل على أن المصلي لا ينبغي أن يهجر ولا يتهجم عليه، فإن أتى بأمور تخل بالشرع يؤدم لأجل ذلك، لكن هو من المؤمنين. وأما إن لم يصلي فإن الله أمر بقتال من لم يصلي ويستتاب، فإن لم يتب يقتل إما كفراً أو حداً. إيش الفرق بين الحد والكفر؟ الكفر يعني يقتل حينئذ لعدم إيمانه، وأما حداً معناه أنه قصاص، كقطع يد السارق وقتل القاتل، هذا قصاص، قتل حداً لأنه قتل عمداً عدواناً. ما يقال في جهنم: إن لم يقتل لأجل الإيمان إنما قتل للعداوة والعصبية وأخذ المال، هذا يقتص منه فيقتل ثم يصلى عليه، لأنه ليس محكوم عليه بكفر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هذا في كتاب الله، هذه الآية الكريمة نزلت في حق المصلين، أصلها في المصلين، ثم معناها يعم كل من سمع كتاب الله يقرأ. ويقول سبحانه وتعالى: أيها المؤمنون، إذا قرأ الإمام لا تقرأ ولا تسبح ولا تعظم، استمع لما يقرأ، فإن استماعك يقوم مقام قراءتك. ولذا من غفل ما قرأ هو، لكن قلبه استلبه الشيطان فطار به في تجارات بعيدة وأماكن بعيدة، لم يعي إلا والإمام يقول يكبر للركوع، حينئذ فاق الرجل من غفلته، ما سمع الفاتحة. هذا يطالب بإعادة هذه الركعة أو قراءته سريعاً، لا تقوم قراءة الإمام مقامه، يستمع لكتاب الله. فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع أن تلقي سمعك، والإنصات أن تتدبر ما يقول. الإنصات أنك تكف عن جميع الشواغل، لأنه قد يكون استماعا ولا يكون إنصات. الإنصات أنك تتدبر وتسمع ما يأتي ويصل إلى أذنك، أما أنك تسمع ما يقال والقلب بعيد فما أنصت، فتكف عن الشواغل اليدوية والبدنية والقلبية. هذا معنى قوله سبحانه: والله أعلم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إلا من جعل القرآن من باب التسلية، أحيانا تركب هذه المركوبات فيفتح السائق وأنت في حالة لست مهيأ للسماع، فإذا كنت أنت وإياه وحدك تقول: اخفض الصوت أو أقفله. أي أن الاستماع إنما يأتي عن نشاط وقبول نفس، فلست متهيئاً لذلك. هذا ما يتجه ولا يتسلط عليك هذا القول، إنما هو في حق من قال افتح ونسمع. ولذا في المجالس الكبيرة، سيما في أماكن اللي فيها لغط وتصلية كالعزائم
العزائم نسمي هذا باللغة العامية الولائم وغيرها، إذا اجتمعوا كل يتحدث، والشيطان يفرح بمثل هذه الأقاويل ويفتح لهم آفاق. فإذا فتح المذياع للقرآن، ليس هذا موضعه يا عبد الله، الناس ما هي جاءت عجل تسمع هذا. من باب إكرامه وتعظيم كتاب الله ما يفتح في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.